بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من اسبوع هنا في القناه عندي عملت فيديو تشاؤمي شويه على ماذا لو منتخب مصر والجزائر والمغرب وتونس لم يتحرك كاس العالم، ايه المستقبل اللي واجهنا وقتها؟ واتكلمت حوالين موقف جمال بن ماضي هيكون هو الاصعب، لان جمال بن ماضي محبوب جدا جماهيريا. وفي حاله عدم الصعود لكاس العالم هيكون الموضوع مشكله كبيره جدا بالنسبه لكمال بن ماضي، لان اللي حصل في كاس الامم الافريقيه الناس لسه مش ناسياه، فاي حاجه هتحصل في كاس العالم الموضوع هيبقى صعب جدا على بن ماضي. وللاسف الشديد لقينا بعد المباراة مباشرة في سؤال خبيث شوية راح لجمال بن ماضي حوالين انك كل مرة كنت بتقول ان انت تتحمل مسؤولية، المرة دي الوضع هيبقى عامل ازاي؟ جمال بن ماضي رده كانت اجابته واضحة جدا، قال لك انا لو حسيت ان انا ماليش دور وان انا خلاص دوري انتهى انا مش هستمر، وقال ان الجزائر ام عظيمة وسوف تنهض من جديد، لم ارغب ابدا في التمسك بمنصبي في اليوم الذي لا اشعر فيه بانني عديم الفائدة، لبلدي ساعرف ماذا افعل، سيكون هناك انعكاس في الايام القادمه. اتمنى ان جمال بن ماضي ما يستقلش، اتمنى ان جمال بن ماضي يكون قائد ثوره التجديد في المنتخب الجزائري، لان خلينا نكون واقعيين شويه، الجيل اللي لعب الماتش اللي لسه خلصان من ساعتين ده لازم تعمل فيه تجديد دماء، لان انت دخل على تصفيات كاس الامم الافريقيه 2023 ودخل على كاس الامم الافريقيه 2023 في كوت ديفوار، فانت مش مفيش وقت انك تغير تجيب مدير فني جديد. من يومين كنا بنتكلم ان بالماضي عمل عظمه في الكاميرون، ودلوقتي بنتكلم على مدير فني جديد. هو ده عالم المستجد، عالم مجنون ابن 60 جزمه، هنعمل له ايه؟ هو عالم كره القدم كده، مدير فني بيكون عظيم جدا النهارده بكره بتلاقي انه مش موجود. بس انا بصراحه بتمنى ان بالماضي يكمل، بتمنى بالماضي ياخد فرصه ان هو يعمل جيل جديد لمنتخب الجزائر، جيل جديد لمنتخب الجزائر ينافس بيه في كاس الامم الافريقيه 2023. الراجل عنده رصيد جمهوري يسمح، عنده رصيد من الافكار الفنيه تسمح، عنده رصيد من فكره اللعيبه اللي هو كان بيتابعهم من فتره، واللعيبه اللي كان بيحاول ان هو يجيبهم ويخليهم يلعبوا المنتخب الجزائري. يعني الراجل عنده ملفات كتير مفتوحه. فاتمنى ان جمال بن ماضي ياخد الصلاحيات كامله، اتمنى ان بن ماضي يشتغل على فكره تجديد المنتخب الجزائري وتجديد عناصر المنتخب الجزائري، ويخلص الفريق من جو الثلاثينات، لان الوضع بالنسبه للجيل الحالي واستمرار الجيل الحالي كله الموضوع اعتقد انه هيكون انتهى تماما بعد نهايه مباراه النهارده. يعني مع الاسف الشديد بعد نهايه المباراه بتاع النهارده الاقي ان في لعيبه كتير مش هيكونوا موجودين في المنتخب الجزائري تاني. اعتقد لو الماضي فكر ان هو هيكمل بنفس اللعيبه هم فوقتها يجب على الفاف قرار اقاله جمال بن ماضي. الكلام ده بجد يتجدد افكارك وتجدد دماء الفريق، يا لو تستمر بالوضع ده هيتم اقالتك وقتها. اتمنى ان وقتها بالماضي هو اللي يعلن استقالته. انت تختار انهي خيار من الخيارين دول؟ انا بصراحه بختار الاثنين، تقعد وتجدد دماء الفريق، لو عايز تكمل بنفس اللعيبه هم فمن فضلك ارحل. مع اني بحب جمال بالماضي وبتفرج على منتخب الجزائر اساسا عشان خاطر جمال بالماضي، بس في مراحل كده لازم تكون قدام كلمه الحق. كلمة الحق بتقول ان انت لو عايز تكمل بنفس المجموعة هي الموضوع هيكون صعب جدا، لان اللعيبة بتكبر داخل على منافسات كتير، الكرة ما بتفضلش عايشة على امبارح كان عامل ازاي، خلاص انت في بكرة في تصفيات كاس امم افريقية، في كاس امم افريقية، في بعدها تصفيات كاس عالم، فمفترض ان انت تحضر جيل جديد. لو انت مش عايز تحضر جيل جديد ومتمسك باللعيبة بتاعتك هم فوقتها يجب على الفاف اختيار القرار الاصعب. قول لي بقى انت تختار ايه؟ لو انت صاحب راي في المنظومه بتاعه الكره الجزائريه هتختار ايه؟ بص سيبك من حوار خطونة، لا انا قاعد يا باشا بالصلاه على النبي، لان اغلب الناس اللي عندنا في القناه جزائريين. هم فيهم هم برضو المشتركين اللي عندي بيقولوا لي خطونة، بس عادي يا معلم انا قاعد انا بتكلم على كوره، ما انا لو حد من جمهور برشلونه قال لي خطونة هخطونة ولا هخطو اي حاجه، عادي جدا.